عايز اقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب تواصل مع الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق الرئيسي البعثة في الامارات واكده او اكد له على ثقته الكامله في هذا الفريق، وان شاء الله يكون النصر من نصيب النادي الاهلي، ان شاء الله يفرحونا النهارده زي ما هم معودنا. واكيد طبعا كانت رساله المقصود منها ابلاغ كل اللاعبين بهذه الرساله من الكابتن الكبير واسطوره النادي الاهلي محمود الخطيب. بعد